أصدقائي مرحبا، طلاب الصف السادس. نحن اليوم بيونت 5 وهي اليونت الأخيرة من هذا الفصل. اليوم صديقنا هاد رح ياخذنا مشوار كتير حلو، بس قبل ما نروح معه هذا المشوار في عنده سؤال فوق بالصفحة يلي قبله. هلأ رح نروح نشوف السؤال مع بعض وبعدين نرجع نشوف يونت 5 شو فيها. المشوار رح ياخذنا عليه هو على الفيرز. أنا بدي أحكي عليها قبل مشان أعرف هل نحن بنعرف معناتها ما بنعرف. فيرز هي مدينة الملاهي، فعم بيسألونا Do you like fairs؟ أنت بتحب مدينة الملاهي؟ إذا بتحبها طبعا أكيد رح تقول له Yes I do. Yes I do رح أكتبها بسرعة ل Yes I do. مثلا Yes Yes I do. وإذا ما بتحبها بتقول No I don't. رح أكتب لك الحالتين. سكرت. Yes I do. وإذا ما بتحبها بتقول No I don't. وأكيد كلياتكم بتحبوها، أكيد مدينة الملاهي كل الأولاد بيحبوها حتى الكبار بيحبوها. No I don't. I don't. طبعا أنا ليش كتبتها قواعديا يعني، بس أكيد أنتو كلكم بتحبوها. No I don't. أوكي نحط نقطة بالنهاية نهاية الجملة. Which one is more exciting؟ طيب هلأ هون أنا عندي شغلة لازم تعرفوها. المور exciting هي صيغة للمقارنة مسميها الcomparative adjective. أنا هلأ بدي أقول مثلا the carousel، لنفرض مثلا is more exciting than the train ride. حتى جاوب. أنا ما بدي أدخل بهاي التفاصيل لأنه في على المنصة فيديو بعنوان comparative adjectives، مقارنة الصفات أو صفات المقارنة. بدي أكون تشوفوه بالأول بعدين تشوفوا اليونت 5. حطينا نحن مور لأنه هي القاعدة العامة. أنا بدي أحكي كتير بسرعة لأنه مفصلة عم تكون بفيديو منفصل. القاعدة العامة أنه قول مثلا حط صفة حط لها أي آر ثم حط ذان. أما لما بتكون الصفة ذات مقاطع طويلة بنقول more than two syllables، أكثر من مقطعين، فأنا أسبقها بهذه السابقة اللي هي more للكثير وليس للقليل. والقاعدة كلها تنفصل قلت أنا بتشوفوها بعدين بتشوفوا هاي اليونات. فهلا بيقولوا لك أي واحدة من هدول التنتين الكاروسيل أور ترين رايد مور اكزايتنج، اكثر اثاره بالنسبه لك. هلا شو يعني للكاروسيل وشو يعني للترين رايد هلا بتشوفوها بقى. بس فينا نقول مثلا الكاروسيل از مور اكزايتنج بالنسبه لك. الكاروسيل هي هي مثل كراسي هيك، كراسي معلقين بسلاسل وبعدين في دائره كبيره هيك فوق معلقه على عمود، وبتعلى هي وبتشتغل وبتفتح الكراسي وبتصير بتدور بسرعه، فهي شوي بتخوف. قول هاي القطار اللي بتشوفوه بقلب مدينة الملاهي. هلا فهمنا نحن هون. فأنت بتقول مثلا The train ride is more exciting إذا بتحبه. لا هاي بتحبها أكتر بتختار هاي. نروح هلا المشوار معه ونشوف لو بده ياخدنا. ورح ننظف الشاشة طبعا مثل العادة. This is unit 5 والعنوان At the fair، في مدينة الملاهي. هلا هاي اسمها العامي بس انتو فهمتوا شو قصدي انا بالموضوع. تفرجوا على الصورة على السريع بتشوفوها بكتابكم. انا ما بدي اوقف عندها، بدي انزل مباشرة للتدريب الـ A اللي هو warm up مثل ما بنعرف. A is there a fair in your city؟ هل يوجد مدينة ملاهي في مدينتك؟ إذا A بتقول yes there is، وإذا no يقول no there isn't. حطوهم فاصلة بعد no. What do you think about fairs؟ هلا انتو شو بكون في كمان شغلة ننتبه لها نحن من هلا هون. ماذا تعتقد؟ بدك توصف هلا اللي بده يجينا بهي اليونت وصف وopinion، انت رأيك feeling شعورك. فشو رأيك فيها؟ اظن انه هي انا كتبت انه هي exciting. share your opinions، حط رأيك. إذا هذا think هي العلاقة بالopinions، والopinions هي آراء.
شارك آرائك مع أصدقائك. هلأ بكم تتفرجوا على الصور بكتابكم، هون في رقم 2 بالدائرة رايح بالتصوير، هاي الصورة رقم 2. شوفوا لي الأرقام، شوفوا لي الصور، سوري، هاي التيكتات مشان أنتوا إذا بكم تطلعوا لحتى تعرفوا تركبوا كاروسيل، ترين، بامبر كارز. نكمل الصور نرجع للتمرين. رولر كوستر كمان، هاي شو هاي؟ ترين، لا هديك معناتها مو ترين، اي بامبر كارز، ترين رايد، هذا جوست ترين اظن، جوست ترين اي، وهي رولر كوستر. طيب اني قالوا طابقوا هاي فير ويلز، فير ويلز صار الصور تحت وفوق صعب شوي بالفيديو، انتو عندكم بالكتاب بتشوفوهم. وهلأ بامبر كارز اخدت الرقم 3 من الصورة اللي فوق، this is bumper cars، هدول السيارات اللي دائر اللي هون مطاطي بيكون وبتلعبوا فيهم بتصيبوا بعضهم بيشتغلوا على الكهرباء. 3 4 roller coaster، 4 this is roller coaster. هي شلون الرولر كوستر؟ هي مثل سفينة بتطلع على سكة وبيكون شكلها هيك عالي كتير، بتعلى بتعلى هيك، ترجع بتقلب بتنزل، ترجع بتعلى هيك، فبيسموها رولر كوستر. رولر كوستر كتير في ناس بتخاف منها. رح نمسح شوي الشاشة ونرجع للتدريب. هلأ أهم شيء أنا عم ركز عليه قراءتهم وحفظهم لأنه بدون يمرقوا بكل اليونات. فيريز ويل، هلأ نحن من إلا بالعامية ناعورة هاي الفيريز ويل، بس أنا ما بعرف اسمها بالفصحى. هاي بيكون دائرة كتير كبيرة فيها كراسي وبتدور على على هذا المحور وكهرباء. فيريز ويل، كاروسيل، قلت لكم شو هاي الكاروسيل، هاي اللي بتكون بتدور على سلاسل على محور هون بالنص، بتعدوا انتو هون وبيشغلوا الكهرباء، بتبلش بيعلى هذا الدائرة بتعلى، والسلاسل بتفتح كتير هيك بتصير حتى زاوية هيك منفرجة وبتدور كتير بسرعة، فهي شوي في ناس بتخاف منها هاي الكاروسيل. جوست ترين، جوست ترين هذا قطار بخوف في مفاجآت بيدخل على أنفاق، هذا الجوست ترين. وترين رايد هو الترين العادي اللي أنتوا بتعرفوه، القطار العادي هذا اللي فوق، اضطرينا نرجع ونطلع وننزل كتير لأنه الصور تحت وفوق، هذا الترين العادي المكشوف. أما الجوست ترين بتشوفوا فيه بقى بالأنفاق بيطلع لكم أشباح، بيطلع لكم، تعرفوا شو يعني جوست لأني شبح، فمسميه قطار الشبح. هلأ هون في عندي محادثة بين هاري وبين أحمد، تنتبهوا لي على على استخدام الأوبينيون وإنك توافق أجري أو ما توافق ديس أجري لحتى تعطي رأيك. I think the ghost train is fantastic. أحمد بيقول له I agree. I like the ghost train very much. Fantastic يعني رائع، خيالي، بجنن، كتير حلو. أما الشخصية الثالثة اللي هي ديني ما وافق، قال له I disagree, I hate it. هلأ في عندي الأجري عكس الديسأجري، هدول عكس بعض، واحد وافق I agree ولما ما بتوافق بتقول disagree. ليش؟ إنه أنت بتكرهه، I hate it, I hate it، أنا لا أحبه. ننتقل مباشرة على اللي بعده. هذا listening بدي بس أنا ترجم الصفات هدول لأنه هن مدخل لنا لصفات المقارنة أو مقارنة الصفات يلي قلت لكم تشوفوها بالفيديو. dull، موحش، بشع. exciting، مثير. better، أفضل. terrifying، terrifying، مخيف. fantastic، رائع، خيالي. fun، مسلي، مضحك. طيب هون بدكم تسمعوا وتحطوا هدول الصفات بهدول الفراغات، فهذا بتشوفوه من التيتشر وممكن يكون واضح، رح جرب أنا إذا واضح رح أكتب لكم إياه وأرجع لكم بالتسجيل. هلأ تقريبا يعني حطينا إجابات تقريبية على الأغلب تطلع صح، اسمعوا أنتوا وتأكدوا، إذا في شيء بدل شيء it's okay. عم بيقول مستر فورستر
Hello young boy. مرحبا يا ابني الصغير، يا ولد الصغير. young boy يعني ولد صغير. Which rides do you want؟ أي هي الركبات بدك إياها؟ هذا اسمه هذا young boy. Tim بيقول له I want to get on the roller coaster. بده يطلع على roller coaster. ف هو لساته عم بيقول I think it is fun. فلما اختارها هو أكيد بده يعتبرها أنه هي مسلية بالنسبة له، فحطيت لكم أنا fun. I disagree with you. قال له أنا ما بتفق معك. It can be terrifying for you. شافه صغير فقال له أنا ماني معك، فممكن تخوفك هي. مو قلنا هي الرولر كوستر شوي بتخوف، فممكن تخوفك. The carousel is better for you for a boy at your age. فقال له اطلع بالكاروسيل فهي أفضل لولد بعمرك. قال له oh I hate it. أنا ما بحبها. I hate it. I think it is dull. مملة موحشة ما حلوة ما حبها يعني dull موحش لنا. The roller coaster is more exciting than the carousel. شايفين more exciting than مثل ما حكينا قلنا بتشوفوا القاعدة. I am sorry you can't get on the roller coaster. قال له والله آسف أنا ما رح طلعك على الرولر كوستر. You are too young. أنت كتير صغير. Do you want to ride the bumper cars؟ بتطلع بالسيارات هدول المطاطية؟ Yeah, I like them. They are fun. Okay. قلنا صلحنا الـ number one وحطينا على fantastic، ونحن ننتقل مباشرة ل 86 86 ونشوف اللسن. كمان اللسنينج هون تعتمد على النص، فالنص فينا نحن فهمنا فينا نحط الإجابات. عم بيقول هون Tim wants to get on the Ferris wheel. هو ما بده الفيريز ويل أصلا يعني ولا ذكرها، فهي كروس. Mr. Forster thinks the roller coaster is thrilling for him. هو لا أصلا حذره منه، وthrilling أصلا معناته مثير، فهو ما قال له هي مثيرة وحلوة ورائعة، بالعكس قال له هي بتخوف وانت صغير، فرح نحط عليها كروس. Tim hates bumper cars. لا قال له هي مسلية، هي fun. شفتوا بآخر جملة قال له انه مسلية، فنحط لها صح. Tim cannot get on the roller coaster because he is very old. لا مو لأنه he is very old، لأنه he is very young، فما بيصير يركبها لأنه كتير صغير. هي X. Tim thinks the roller coaster is more interesting than the carousel. طبعا هي صح لأنه هو بده إياها أصلا الرولر كوستر، ما بده الكاروسيل، بس الكاروسيل اقترح عليها قاطع التذاكر. أوكي فهي صح. آخر واحدة number five tick هكذا. Now practice. طبعا أنتوا عم تلحقوا معي ونحن بنمسح الشاشة. Look at the picture and make sentences as in the example. If there, Jan yıldız eve, Jan yıldız. O şu kaman, Borcu, Borçin. O hay, sıfat, exciting, مثير, thrilling. أيضا مثير، هاي مثير ومدهش ممتع. terrifying مخيف، fun مسلي، dull موحش. طيب وهون في عنا الركبات. مثال Eve thinks the bumper cars are exciting. إذا أنا بدي طلع هون وحط رأيها لكل وحدة بوحدة. طيب أنا رح أكتب لكم إياهن معناتها وبتشوفوا التسجيل بعد ما يخلص. هلا هيك كتبنا لكم إياهن، هلا بتشوفوا الأخيرة 3 4 5 هيك هو. Borjin thinks the carousel is dull. هلا الكاروسل انا قلت لكم ممكن تكون كهربائيه وتطلع هيك وتفتح، وممكن تكون تبع الاولاد تبع الاحصنه يلي هي بتدور دوران، بس هي حركه دائريه ليس الا، ممكن تكون تعلى وتكبر، وللاطفال بتبقى مثل الدويخه الصغيره ولذلك قالوا انها dull. مثل ما بعلمكم توقفوا الفيديو بتنقلوا وبعدين بتنتقلوا للصفحة اللي بعدها لأنه نحن عم نكتب على الشاشة.
شايفين تمشي الإجابات معنا، فرح نضيف. رح نوقف بهاي الصفحة اللي هي 87، وبنكمل اليونت بفيديو جديد ودرس جديد. ودي اياكم تركزوا على اللي اخذتوه، مثل ما قلت لكم اهم شيء هون هدول الكلمات اللي هن الصفات، تحطوا لي اياهم على جنب وتحفظوهم، تحفظوا اسماء الالعاب، لان اليونت كلها تعتمد على الصفه وعلى اللعبه اللي انت بدك تختارها، وبوقتها انت بتقول رايك او بتقول كمان تعطينا رايك، موافق منك موافق، agree disagree like dislike hate according to your opinion. لكم باي باي هلا، ومنكمل بدرس جديد. الى اللقاء.